مساء الخير مشاهدينا، ويا اهلا ويا مرحبا فيكم مره ثانيه. جد لقانا معاكم من خلال شاشه قناه الاي تي في، نتواصل معاكم ومع مشاركاتكم من خلال الارقام اللي حط لكم اياها على الشاشه. ادري طبعا قاعد تسالون ليش تضحكون، كان في مداعبه بيني وبين مخرجنا محمد عز. وابتسموا يا جماعه، ليش العالم وايد متضايقه ومتالمه؟ والامور طيبه ان شاء الله والحمد لله رب العالمين، ودائما خلكم متفائلين في الحياة. نتواصل معاكم مرة ثانية، وأخبار اللي اليوم راح نتكلم فيها، ما زالت المعدلات تبشر بخير وإن شاء الله الأمور خير. الأخبار اللي قاعد نسمعها أول بأول قاعد توصلنا، يعني أحس في بوادر أن يعني تبدأ الحياة شوية تعيد نفسها. أبي قبل لا أفتح يعني الحلقة اليوم بتقرير الإخوان في وزارة الصحة، أنا قبل يعني بداية أول يوم لما صار موضوع الحظر الجزئي بعد انتهائنا من مرحلة الحظر الكلي، أنا تكلمت بجزء بسيط على موضوع الفيديوهات اللي طلعت وانتشرت، ويعني على موضوع القهوة وعلى موضوع الزحمة اللي صارت وهالأمور هذه كلها. أنا اليوم يعني تدري احنا القطاع الخاص يعني اللي عنده شغل قاعد يداوم يخلص شغله كذي، فطلعت من الشركه يمكن على 5 إلا ربع 4:30. ليهال قالوا لي يبون شغله، ورحت الجابريه يعني اخذ هذه الشغله اشتريها. الشارع كان واقف زحمه، الكل بسيارته، وكل اثنين بالسياره كانوا لابسين كمامات واقفين ناطرين. أنا أبي أقول الموضوع بعد إذن مخرجنا محمد عز وبعد إذن أبو حمد، يعني إذا كان هو إعلان فهو يستحق الإعلان. أنا ما أدري منه صاحب الشركة، والله العظيم ما أدري منه صاحب الشركة، بس أبي أضرب مثال في هذا الموضوع اللي هي يعني بس أعتقد هي منتج كويتي، يعني حق صاحب كويتي اللي هو الحلويات فرويو. العالم دور منتظرين وملتزمين سياراتهم، ويت الدورية ووخرت السيارات اللي واقفين صوب الشارع هذا وملتزمين بدورهم. أنا واحد من الناس اللي كنت واقف وقاعد أطلب حق اليهال. لفت انتباهي شيء معين، ليش ما حد فيكم صور ونشر الفيديو هذا وقال شوف الكويتيين واقفين على هذا المنتج الكويتي اللي اثبت وجوده وانتشاره وهذا الامر، ليش ما حد فيكم؟ قلت لك الزحمه بالجابريه شارع كامل واقف اليوم الساعه 4:30، ويمكن الشباب اللي سلموا علي والاخوات قدم لكم التحيه من متابعين البرنامج كانوا موجودين ويعني سلموا علي وانا واقف بالدور. ليش ما حد فيكم صور؟ ليش ما انتشر فيديو يقول ان شوف الكويتيين واقفين على فرويو؟ لان منتج كويتي، لان شيء يخص الكويتيين. ما صورته زحمه بالجابريه. وانا احيي رجال الداخليه على هذه الاخلاق العاليه والرقي، وهم مارين بالدوريه ويتكلم بكل احترام راعي السيارة الفلانية ما عليك أمر شوية حاول تاخذ يمين، قاعد يقدر وما حد نزل من السيارة والكل منتظر، ويجيك الجرسون ولابس كمامة ولابس الدس وياخذ الأوردر منك وتنطر ربع ساعة ويجيب لك الأوردر والكينت وتمشي. أنا هذه المفارقة اللي بغيت أشوفها، ليش لما تكون منتجات غير كويتية أشوف العالم كلها تصور وتنشر ودعاية وشوفها ومش عارف إيش؟ هذا منتج كويتي، هذا انا ما ادري والله العظيم ما اعرف انه صاحبه، بس انا اللي ادري ان هذا شيء كويتي معي، واللي سووه شباب كويتيين اعتقد او شيء كذي، فهمت شلون؟ وتوفقوا. وانا والله العظيم كنت سعيد جدا جدا وانا واقف اني اشوف مشروع كويتي يوصل بهالمرحله من النجاح والعالم قاعد تشتري منه بهذه الكميات. والله وقلت الكلام هذا بالسناب، قلت الله يوفقه والله يوسع رزقه والله يسهل عليه، وانا ارجع اقولها الله يوسع رزقك يبا، وان شاء الله منها للاعلى. انا ما اعرفك بس انا حز بخاطري اليوم. انا اتمنى مثل ما تصورون الزحمه على بعض المحلات العالميه، صوروا المحلات الكويتيه،
صوروا المنتجات الكويتية هذه اللي العالم اليوم أثبتت جودتها، ولولا اليوم انتشارها أهوة وفي يمكن واحد ثاني قالوا لي عليه بعد بيكيو أو شيء كذي يمكن ما أدري يمكن أعتقد هم نفس الشيء، يقول لي هم زحمة عليه وايد، صوروا هذيلة صوروا هذيلة ونشروهم ولا تقولون ليش الزحمة، قولوا بالعكس شوفوا المنتج الكويتي شلون أثبت جد يعني الجدوى مالته والناس وهالأمور هذه كلها، خلونا نحن نفرح نستانس. لا يصير اليوم بس تشوفون شيء غربي وشيء أجنبي وشيء مستورد، كل واحد فيكم أنا شفت الفيديوهات وما بقى أحد بالكويت شوف الزحمة. قلت لك الجابرية اليوم من راس من بداية أول ما دش عند الفحص الفني لين آخر الشارع. أنا أتمنى لما تشوفون شيء يخص الكويتيين وشباب الكويتيين تصورونه أو لما تصورون بعض الماركات. عطنا نبلش حلقتنا اليوم في إحصائية الإخوان وزارة الصحة. التشافي اليوم 923 رقم مو عاجبني. تعلمنا يعني خلاص ترى دشينا في مرحلة احنا تعلمنا على الألوفات. نبي 1500 و1300 و1000 وكذي. الحمد لله رب العالمين. التشافي اليوم 923 اجمالي عدد التشافي امس انا قلت لكم راح ندش بالعشرين ألف. والحمد لله رب العالمين دشينا اجمالي التشافي 20205 عدد حالات الوفاة الله يرحمهم ويرحم أمواتكم 10 حالات اليوم إجمالي حالات الوفاة 246 حالة إجمالي الإصابات 717 إجمالي الإصابات كاملة 31848 حالة عدد المسحات اللي تمت 3661 مسحة خلال 24 ساعة اللي فاتت إجمالي الفحوصات اللي عملوها 315 و1285 فحص عملوه خلال فترة كورونا إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج من أصل 31000 هم 11379 يعني إحنا اليوم قاعد نتكلم ثلثين فيهم شفاء الحمد لله رب العالمين اللي هم 20205 ومنهم المصابين 11379 إذا إجماليهم يطلع 31848 إجمالي الحالات في العناية المركزة الله يشافيهم ويشافي مرضاكم هو 196 حالة. المصابين حسب الجنسية عدد المصابين مرتفع عدد المواطنين الكويتيين صار يمكن 4-5 أيام وهذا أبي أتكلم فيه في هذا الجانب. عدد المصابين 331 من الجنسية الكويتية 88 لمقيمين من الجنسية الهندية البنغلاديشية 88 البنغلاديشية و81 من الجنسية المصرية و79 من الجنسية الهندية. تفاصيل هذه الحالات على حسب المناطق الصحية. أعلى المناطق كانت 241 هي منطقة الفروانية الصحية، 204 حالات لمنطقة الأحمدية الصحية، 139 لمنطقة الجهرة الصحية، 74 لمنطقة حولي الصحية، و59 لمنطقة العاصمة الصحية. أعلى المناطق السكنية لهذه الحالات 51 حالة لمنطقة العرضية، 48 حالة الفروانية، 37 حالة لجريب الشيوخ، 29 حالة منطقة الجهرة، و 28 آسف لمنطقة المهبولة، و 26 لمنطقة العبدلي. أنا أبي أوقف عند اليوم نقطة معينة وهي النقطة الرئيسية وهو عدد الحالات للمصابين الكويتيين اللي احنا قاعد نشوف اليوم 331. امس كان الرقم يعني يمكن صار لنا 5 أيام عدل احمد 5 أيام صار لنا الكويتيين متصدرين ومو بارقام بسيطة بارقام عالية جدا. هذا دليل ان احنا اليوم الموضوع مو موضوع الطلعة ولا ان احنا قاعد نطلع مثل ما قلت قبل شوية بسيارتك وهالامور هذه كلها. هذا دليل ان عندنا نسبة مخالطين عالية قامت تصير اعتقد كذي.
يعني الأرقام اللي طلعت مرة واحدة من الكويتيين، وأنا أتمنى الإخوان في وزارة الصحة يحلون هالموضوع هذا أو يجاوبون علينا إحنا، هل هو نسبة المخالطة عند الكويتيين زادت أو أن عدد الفحوصات من 3061 اللي هو أمس المسحات هي كلها حق الكويتيين عشان كذي أرقام الحالات بالنسبة حق الكويتيين قامت تزيد، ولا ليش الموضوع هذا؟ إذا كان الموضوع هو الاختلاط فإحنا ردينا حق المربع الأول اللي إحنا تكلمنا فيه، اللي إحنا قلنا أن الخروج من المنزل للضرورة. الآن تكلمنا على جزئتين إحنا من الخروج، خروج للضرورة وخروج حسب قاعدة اللي هو سيارتي أنا ما ضريت أحد، ما نزلت وتمشيت ورحت ومش عارف إيش. الجزء الثاني وهو الزوارات، دواوين الصبح الغداء. انا اتمنى الاخوان قاعد نتكلم على جزء مهم جدا، اذا ما زال الموضوع والناس خلت راحتها ترى انا اقول ديروا بالكم لا تاخذون راحتكم في هذا الموضوع. ما زلنا اليوم احنا ملتزمين في دخولنا وخروجنا بالكمامات وبالتباعد، هذا امر جدا مهم جدا مهم. وانا اليوم قاعد الاحظ اذا اليوم الزيارات العائلية على حسب الدراسات وعلى حسب الخطوط اللي حطوها الاخوان والرؤية اللي حطوها الاخوان في وزارة الصحة هو في المرحلة الخامسة، يعني ما نشوف اهلنا، لا شوف اهلك. بس انا قلت من قبل تبي تروح حق والدتك انت بروحك ساعة مباركة يمكن تزورها تقعد هي اخر الصالة، تقعد انت اول الصالة وتسلم عليها من بعيد ساعة المباركة، ولكن اليدة مشتاقة حق اليهال هذا كلام مو صحيح. والله يدتي وانا امي يا صالح ما اقدر اقول لها لا، تقول لا كلكم تعالوا الخميس غدا، لا تعالوا اليوم كلكم غدا، هذا مو وقته يمه، كلش مو وقته. فاذا البعض قاعد يستعمل هالامور هذه كلها هذا الكلام انا قاعد اقول لكم اياه. اضافة الى هذا انا راح أجدد مرة ثانية بالخبر اللي راح أقوله الحين، البعض يمكن تداول، وأنا هذا تحذير أنا بلغ الإخوان فيه، إذا بعض الناس قاعد تعتقد ترى الموضوع يمكن واحد يقول ترى إحنا في وقت اللي مو حضر قاعد نروح، إحنا قلنا من قبل موضوع رقابة نفسية، يعني مو لازم الإخوان في وزارة الداخلية تلحق سيارة سيارة تشوفها وين رايحة وين رادة. احنا قلنا من البداية ان احنا لازم تكون عندك رقابة ذاتية على نفسك وين قاعد تروح وين قاعد ترجع. خبر المسحات انا تكلمت قبل يومين على البيان اللي نزلوه الاخوان في وزارة الصحة، واليوم نزلوا خبر ثاني على موضوع المسحات، وهذا الخبر اللي نزلوه اليوم اللي هي الصحة والبيئة، الصحة الكويتية فتح مسار جديد للمواطنين الراغبين باخذ مسحات كورونا. هذا خبر نزلوه اليوم على كونا، نزلوا الخبر اليوم، وهذه وكالة الأنباء الرسمية نزلت بأن الأخوان اللي يبون يسوون الفحص بإمكانهم يأخذون المسحات. خل أتعرف على الخبر بتفاصيله. الكويت 7-6 كونا، أعلنت وزارة الصحة الكويت اليوم الأحد فتح مسار جديد للمواطنين الراغبين بأخذ مسحة الفحص المخبري لفيروس كورونا المستجد كوفيد في مركزي الفحص، موقع المطار التابع لطيران الجزيرة ومواقف استاد جابر بوابة 10. تبي تروح تفحص؟ لا أنا بروح مستشفى مبارك، لا هو مو مزاج، لا أنا يعني أنا ساكن في هذه المنطقة وبعيد علي بهالمكان، أنا بروح المستوصف، لا مكانين. المكان الأول حطوا لك يا في المركز الفحص بموقع المطار التابع لطيران الجزيرة في المواقف، ومواقف استاذ جابر بوابة 10. وقال مدير إدارة الصحة العامة الدكتور فهد الغملاس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كون أن المسار هو الثالث للمسحات التي تؤخذ في المستشفيات وتلك التي يشرف عليها قطاع الصحة العامة المخالطين الحالات الإيجابية. وأضاف الغملاس الذي يتولى الإشراف العام على فرق مراكز الفحص السريع للفيروس عن طريق خدمة السيارات ان الاستقبال سيكون يوميا من 6:30 صباحا مساء، من 6:30 مساء الى 9:30 مساء،
على أن يتم حجز الموعد الإلكترونيا بعد الحصول على تصريح خروج في أثناء الحظر من خلال الموقع الإلكتروني من الساعة 6 مساء. هذا الخبر. أنا أبي أوقف شوية في هذا الخبر. الآن أنا في القرار الأول التصريح اللي قلته قبل يومين تكلمنا على مسارين. تكلمنا على مسارين للفحص. وقلت لكم في فحص اللي هو في المستشفيات اللي هو يصير عن طريق العيادة الخارجية ويكتمون فحصك والأمور وحدب المراكز اللي حطوها اللي هما العشر اللي هما الحالات الإيجابية والمخالطين واللي تكلمنا عليهم في المستشفيات وهذا الأمر. الجزء الثاني قلنا اللي هم المسحات الميدانية اللي الإخوان قاعد ينزلون يسوون المسحات الميدانية. عطنا الخبر هذا بس معنا كمان مرة ثانية. المسحات الميدانية هذا الخبر تكلمنا فيه. الآن هو المسار الثالث اللي تكلمنا عليه هو أنك أنت تبي تسوي فحص. انت تبي تسوي فحص كورونا تقدر تروح عندك واحد من الموقع. تدش على الموقع مال الطيران المدني مال التصريح الخروج مال الداخلية نفسه راح تشوف في خانة فحص كورونا. تدش تطلب الموعد عندك الساعة 6 راح يفتحون الموقع عندهم من 6:30 الى الساعة 9:30 عندهم مكانين تفحص فيهم. اما المطار مطار الكويت اللي هو مواقف طيران الجزيرة هذا كامل تقدر تروح تفحص. او المكان الثاني استاد جابر بوابة رقم 10 تحط الموعد وتروح تسوي الفحص حسب ما انت تبي. انا والله تعبان واشوف انه كذا وابي اخذ احتياطاتي وانا عازل نفسي من عيالي وانا مهدلة وقعدت اروح في هذا الموضوع. هذا تكملة الخبر على اساس نشوف اهمية الموضوع. واوضح انه على من يرغب به اخذ المسحات تنزيل تطبيق شلونك على الهاتف الذكي ليتم ربط النتيجة بالشخص المعني ومتابعته بشكل صحيح. واكد ان هذه الاجراءات تأتي استكمالا لجهود وزارة الصحة في التوسعة بعمل المسحات المخبرية للوقوف على الوضع الوبائي للمرض موضحا ان من شروط عمل هذه المسحة لا يكون طالبها قد اجرى مسحة سابقة. يعني انت اليوم تبي تروح تسوي مسحة لازم ما تكون تسوي مسحة من قبل. انا والله بروح اسوي مسحه وبرجع اسوي مسحه ثانيه وبسوي مرحة. لا 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 هو مو فاتح المسحات كذي. ما سويت مسحه من قبل قلت لك تاخذ موعد عندك الساعه 6 تفتحون مواعيد عندك من 6:30 اول موعد الى 9:30 الاماكن مكانين استاد جابر بوابه 10 او المطار مواقف الجزيره. بعد شنو محتاجين صالح انك تنزل الابلكيشن شلونك دش عليه تنزل عقب ما تنزل التطبيق عقب ما يسوي لك الفحص بناء على الابليكيشن راح تبقى النتيجة عندك ياها بالفحص اللي بعثوا لك ياه. قواكم الله الاخوان في وزارة الصحة كلام واضح والامر اللي هو يحتاجه هذا الامر. الان يدش لي واحد يقول لي والله صالح انا ما لقيت موعد معناته انا في ضغط. حالة حال الجمعيات. بداية الجمعيات كان في ضغط. بعدين الموضوع اللي صار هذا الموضوع. بعدين ابي اتكلم على موضوع ثاني وجزء مهم جدا تكلموا عليه كثير من الناس. حملة التبرعات اللي سووها الكويت اللي هي صار فيها تجميع اللي هو فزعة الكويت. اليوم كان طالع فيه خبر وهذا الخبر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتفاصيل موضوع فزعة الكويت حتى 30 مايو 2020. تقرير الأعمال الجمعيات والمبرات لتنفيذ فزعة الكويت 5,230,110 مساعدات مالية. مساعدات مالية للأسر المتضررة إيجارات ودعم مالي وكابونات مشتريات من الأسواق 331,223 سلال غذائية تم توزيعها للأسر المتضررة والعمالة والمباني الحجر من قبل الصحة 495,000 وجبة و123 وجبة غذائية للمؤسسات والمستشفيات والجهات الحكومية والمحاجر وللعمالة والمتضررين من الأزمة 67,700 مستفيد تجهيز مدارس ومستشفيات في 46 مدرسة ومستشفى ومحجر
جهزت بالفرش وكامل تجهيزات دفاع المدني والصحة وكمحاجر مع التسيير اليومي. 790,023 دينار تجهيزات للمؤسسات في مواقع مكافحة الفيروس في مستشفى ميداني وأماكن متحركة وكمبيوترات وأجهزة ومعدات وفرش مكتبي. 405,682 عدد معقمات يدوية وحقيبة وقائية تم توزيعها على أماكن مواجهة الفيروس، كذلك الأسر المتضررة والكويتيين المغتربين والطلبة. 10,310 متطوعين لسبب مكافحة الفيروس مع الجهات الرسمية والمساندة المتضررين بدون مقابل. إجمالي هذه المصاريف اللي هي 5,032,331 سلة و495 وجبة و67 مستفيد و790 ألف دينار و405 معقمات والمتطوعين، إجمالي هذا كله 8,713,743 دينار إجمالي المصروفات من حملة فزعة الكويت. هذا تقرير المالي اللي طلع من الجهة الرقابية على الإخوان في الجمعيات الخيرية من قبل وزارة الشؤون، تقرير رسمي واضح تفصيلي حق الإخوان في وزارة الشؤون. باشر إذا الله أحيانا راح ناخذ الأستاذة هناء نتكلم على التفاصيل وعلى هذه الأمور، بس احنا حبينا نحط لكم الخبر عشان نعرف شنو التفاصيل اللي موجودة فيه. اليوم خبر جميل صراحة، انا يعني من شفته وايد سعدني صراحة الخبر، والجميل الفيديو اللي عملوه وايد حلو صراحة، خبر يمكن الكل كان ينتظره والكل كان يسعى لهذا الامر، وهو عودة فتح المساجد. وهذا كان تصريح لوزير الأوقاف دكتور فهد العفاسي عن عودة المساجد والضوابط اللي موجودة في هذا الأمر، وبعدها راح أحط الفيديو للإخوان للاشتراطات اللي بيروحون، وهذه فرصة للدعاء وفرصة لعودة الحياة تدريجيا إن شاء الله ترجع الأمور بكل خير. خلنا نسمع التصريح. يوم الأربعاء القادم 10/6/2020 على صلاة الظهر إن شاء الله نسمع حي على الصلاة، وسوف نبي نداء إن شاء الله في حضور صلاة الجماعة، وكل أهل الكويت متشوقين لهذا النداء. فأشكركم على تجهيز المساجد الاستقبال، والأهم التزام شرط صحية في المرحلة الأولى لنجاحها، نضمن انتقال إلى مراحل أخرى إن شاء الله في فتح جميع المساجد. طبعاً في تساؤلات على إقامة الصلاة، هل هي كل الفروض؟ راح يكون شرط كل الفروض راح تقام في المسجد، وأيضاً في توجيه من سمو الوزراء وتنسيق مع نائب الوزراء وزير الداخلية وزير شؤون الوزراء أنس الصالح ومعالي وزير الصحة الشيخ دكتور راس الصباح، إنه راح يسمح للمصلين بدون سير على الأقدام، بدون انتقال بالسيارة داخل المناطق السكنية لشهر صلاة الجمعة. فبالتالي راح تقام جميع الصلوات فروض ما عدا صلاة الجمعة، لن تفتح فيها المساجد، وراح تصلى الظهر بناء على فتوى هيئة فتوى وزارة الأوقاف إن لا تفتح يوم الجمعة صلاة الجمعة، إنما تصلى الظهر في المنازل. لكن الوزارة راح تفتح مسجد الدولة الكبير لإقامة صلاة الجمعة بمن حضر بالعاملين اللي في مسجد الدولة، وهم الأعداد اللي تحقق فيها شروط صلاة الجمعة إن شاء الله، وبالتالي راح تنقل عبر تزور الكويت وتحقق فيها إن شاء الله في إقامة صلاة الجمعة على جهود تقوم فيها ودور الأئمة في المسجد
في مراعاة الشروط الصحية والتزام فيها، وأيضا تسييب حقوق الناس جميع ما نظم القانون الوزاري من الزمات على المصلين أو حتى على العامل، فتراعى هذا بشكل يعني واضح عشان تحافظ على استمرارية هذه المرحلة عشان ننطلق إلى مرحلة ثانية. قواك الله معالي وزير الأوقاف الدكتور فهد العفاس، يعطيك العافية على جهودكم أنت وكل العاملين في الوزارة، والحمد لله يعني راح ترجع تدريجيا إن شاء الله من يوم الأربعاء في المناطق السكنية، فقط راح ترجع اللي هو وصلاة الجمعة راح تكون في المسجد الكبير، وسوف تنقل تلفزيوني مباشر حق الأخوان. هذا الخبر اللي اليوم كان المفروض ناخذ تفاصيله، والأهم منه أيضا إن شاء الله الأخوان قاعدين يسقون مع الأخوان في الوه، وأنا اللي أهم من هذا الموضوع، أنت بتروح المسجد أكو أجزاء مهمة جدا لازم تلزم فيها، ومن هذه الإرشادات أنا راح أختصر لك إياها وراح أشغلك الفيديو تشوفه بكل تفاصيله. أول شيء شوف الفيديو بعدين أعطيك التفاصيل اللي فيه. عطنا الفيديو. عزيزي المصلي، لسلامتك عند الذهاب إلى المسجد نرجو الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية: الوضوء في المنزل، على كبار السن والمرضى الصلاة في المنزل، يمنع اصطحاب الأطفال لأقل من 15 عام، فتح المسجد قبل الأذان بخمس دقائق، إحضار سجادة خاصة للصلاة، تعقيم اليدين، تجنب المصافحة، لبس الكمام في المسجد وأثناء الصلاة، تحميل المصحف الإلكتروني على هاتفك للقراءة منه، إقامة الصلاة بعد الأذان بخمس دقائق، ترك صف فارغ بين كل صفين من الصفوف، التباعد بين المصلين حسب العلامات أثناء الصلاة، الخروج من المسجد دون تزاحم، إغلاق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق. مع تحيات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. يعطيكم العافية، الفيديو جدا جميل وتقريبا واضح للأخوان. المساجد راح تفتح قبل خمس دقائق من موعد الصلاة، الوضوء راح يكون، والأخوان ما راح يكون في المسجد، توظف البيت، تحضر المسجد معاك سجادتك، ما يكون معاك أطفال، أصغر واحد راح يكون وياك عمره 15 سنة، التزام في التباعد أثناء الصلاة، لما تدش المسجد السلام من بعيد، ما في مصافحة، تبي تقرأ قرآن تنزل على موبايلك، يعني على أساس أنك تقرأ القرآن على أساس موضوع الصفحات والتناقل وهذا الأمر، بالخروج من المسجد لا يعني حاول أنه ما يكون في زحمة وطلع بهدوء. تسكير المسجد راح يكون بعد عشر دقائق من انتهاء الصلاة، بس نحتاج منكم هذا الدعاء، دعواتكم إن شاء الله للكويت ولكل الدول إن شاء الله، الله يبعد عنا هذا المرض ويشافي جميع المرضى ويرحم هذه الأموات. فاصل ونرجع لكم مرة ثانية. رجعنا لكم مرة ثانية، وأيضا اليوم يعني عندنا أخبار جميلة على موضوع الأخوان في الطيران المدني. اليوم كان عندهم أيضا خبر جميل، خلنا نشوف التغريدات اللي كانت موجودة من معالي الوزير. إدارة الطيران المدني، هذه طبعا الأخبار كلها من كونه، إدارة الطيران المدني حرصت
عند وضع الخطة على التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات الصحية وتطبيقا على المسافرين والتي من شأنها وقاية المسافرين والعاملين. هذه كانت تغريدة. وأيضا تشغيل الرحلات التجارية سيبدأ في المرحلة الأولى بنسبة 30% لترتفع بعد ذلك في المرحلة الثانية إلى 60% وصولا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة التي تعد المرحلة التشغيلية الكاملة للمطار. وقف هاي شوية تغريدة. هني واضح عندنا أن عندنا 30% نسبة تشغيل ستبدأ الرحلات التجارية ستبدأ في المرحلة الأولى بنسبة 30% وبعدها مرحلة 60% وبعدين راح نبدأ المرحلة كاملة. عطنا بعد الخبر الأخير. الإدارة العامة للطيران المدني تضع خطة لتشغيل الرحلات التجارية قائمة على 3 مراحل تدريجية. وهذا كان الكلام أيضا كان في شكر للإخوان العاملين في الطيران المدني. يثمن وزير الخدمات الكويتية يثمن الدور الوطني الذي قام به العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني وتحملهم كافة الصعاب من أجل خدمة الكويت وشعبها في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وزير الخدمات الكويتية: مطار الكويت لم يتوقف عن العمل في الأسابيع الماضية بل عمل بكل طاقته وبالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارات الخارجية والصحة والداخلية ولتسهيل إجراءات عودة المواطنين العالقين بالخارج فضلا عن تسيير رحلات الإخلاء للمقيمين الراغبين بالسفر إلى أوطانهم. قواكم الله. جو جبار إخوان في مطار الكويت قاعد يبذلونه في الطيران المدني. خلنا ناخذ شوية يعني تفاصيل في هذا الموضوع معنا المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني الأستاذ المهندس سعد العتيبي. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير أخوي صالح ونمسي عليكم ونمسي على مشاهدين قناة ATP. قواكم الله بالبداية أخوي سعد يعطيكم العافية جهدكم الجبار اللي قاعد يعني تبذلونه في الطيران المدني وخدمات المطار وخدمات الأمور اللي قاعد تكلمون عليها اليوم. يعني الوزير يعني تقريبا تصريحه كان جميل بعودة المراحل تدريجيا على 3 مراحل. نعم احنا اليوم تشرفنا بزيارة وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الأستاذ مبارك سالم الحريص وتم عرض لمعالي الوزير خطة متكاملة شاملة بحضور رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان حمود الصباح وكل المسؤولين في الطيران المدني. هذه الخطة مثل ما ذكرت أخوي صالح هي تتكون من 3 مراحل. المرحلة الأولى نتوقع أن يكون التشغيل فيها تشغيل من 20-30% مقارنة مع تشغيلنا ما قبل فيروس كورونا وكذلك تصعيد هذه المرحلة إلى مرحلة ثانية بحدود 50-60% تشغيل مقارنة مع التشغيل ما قبل كورونا وكذلك حتى الوصول إلى المرحلة الثالثة اللي هي تعافي كل يعني المطارات في العالم والتشغيل التدريجي إلى وصولنا إلى التشغيل المتكامل. هذه الخطة هي خطة تتبلور بجهوزية الإدارة العامة للطيران المدني والقطاعات التشغيلية في مطار الكويت الدولي لإعادة التشغيل للرحلات التجارية. ومثل ما ذكر معالي الوزير اليوم أن احنا في مطار الكويت الدولي منذ بدء الأزمة لم نتوقف. المطار يعمل على مدار الساعة بجهود كثيفة ومتواصلة من قبل زملائي وزميلاتي في الإدارة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع الجهات المعنية في المطار ومستمرين في رحلات الإجلاء ورحلات الإخلاء ورحلات الشحن الجوي. حلو قواكم الله. الآن هذه الرحلة إلى الآن ما تحدد لها موعد متى؟ نعم بالنسبة لهذه الخطة هي سميناها خطة إعادة تشغيل الرحلات التجارية. نعم. وليس إعادة تشغيل المطار. نعم. فبالتالي احنا يعني نركز على الرحلات التجارية التي تم وقفها بتاريخ 14 مارس الماضي وهذه الرحلات سوف تستأنف مثل ما ذكرنا في الخطة بشكل تدريجي. متى تبدأ هذه الخطة؟ لحد الآن يعني أحب أكد لك وأكد لمشاهدين قناة ATP أن لم يحدد موعد محدد لإطلاق هذه الرحلات التجارية وكل هذه يعني الخطط تخضع لتقديرات وتعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت.
زين الآن في الثلاثين والستين هذول راح يكونون يعني سواء طالع من الكويت أو راجع من الكويت ولا هذه تختلف عن هذه؟ نعم احنا لما نتكلم عن رحلات تجارية نتكلم عن رحلات تجارية مجدولة يتم الإعلان عنها في مطار الكويت الدولي بالتنسيق مع كل شركات الطيران العاملة الراغبة في التشغيل في المطار. واليوم نتكلم عن 42 شركة معتمدة في مطار الكويت الدولي. فبالتالي لما نقول رحلات تجارية نتكلم عن رحلات مقادرة وقادمة تكون مجدولة ضمن الجدول اليومي اللي تعلن عنه الإدارة العامة للطيران المدني. فبالتالي هي رحلات قادمين ومقادرين. زين أخوي سعد الآن الوقت مو يعني للحين مو محدد بس أنت واليوم في الطيران المدني قاعد لكم رسائل يعني هل في تواصل مع الإخوان الشركات 42؟ هل الشركات الآن مستعدة؟ هل الشركات عندها خطط إن قاعد تحس إن الحياة قاعد ترجع تدريجيا عندهم؟ نعم عشان أكون صريح معك يعني دائما كل مطارات العالم في تشغيلها اليوم تبحث عن كيفية التشغيل وتبحث عن البدائل وتبحث عن كيفية إعادة التشغيل، لأن مثل ما أننا عارفين جميعا أن السفر قبل كورونا سوف يختلف اختلافا كاملا عن السفر ما بعد كورونا. نعم. فبالتالي بالنسبة لنا في المطار احنا جاهزين في مطار الكويت الدولي، ولكن لابد من كذلك استعداد المطارات الأخرى لاستقبال الرحلات المنطلقة من مطار الكويت الدولي. وكل هذه المطارات اليوم يعني تبحث وتستعد لإجراءات جديدة وخطوات جديدة احترازية وقائية للتباعد الجسدي بين الركاب وكذلك بين العاملين. تبحث كذلك وضع إجراءات وقائية جديدة مثل ممرات آمنة، كذلك كاميرات حرارية، تباعد داخل الطائرة. كل هذه الإجراءات الوقائية نعتقد أن اليوم يعني كل المطارات في العالم لن تتوقف أمام هذا الفيروس، ولكن سوف تتعايش مع هذا الفيروس، وسوف يكون هناك فتح تدريجي لكل المطارات ولكن بإجراءات وقائية جديدة. كلام جميل. أستاذ المهندس سعد الآن أنتم في مطار الكويت قبل الرحلة، مطار الكويت أيضا ماخذين استعداداتكم، العلامات الأرضية، التباعد عند الكاونتر، تسليم الجناط، الخروج في موضوع الجوازات، هذه خطط موضوعة الآن في استعداد حق الموضوع هذا اللي هو الاستكارات الأرضية. وتدري أنت أكو ناس اليوم يمكن ما عنده يعني المعرفة الكافية في مسف البداء، هل راح يكون في استكارات في مطار الكويت؟ هل راح يكون في ترتيبات تختلف مثل ما تفضلت عن ما سبق كورونا؟ نعم احنا قبل 3 أسابيع تم تشكيل فريق من قبل رئيس الطيران المدني. هذا الفريق درس على مدى 3 أسابيع كل الإجراءات الاحترازية الجديدة وكذلك كل الإجراءات التي تقوم بها المطارات في العالم، سواء يعني والمتوافقة مع منظمة الصحة العالمية، متوافقة مع منظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو، وكذلك مع اتحاد النقل الجوي الدولي الأياتا. كل هذه الإجراءات تم دراستها ووضع خطة اليوم وتم عرضها لمعالي الوزير. هذه الخطة تتكلم عن إجراءات جديدة من وصول الراكب إلى مطار الكويت الدولي حتى ركوب الطائرة. فنبدأ مثلا في وضع أجهزة إلكترونية اللي هو في كاونتر الأجهزة، كاونتر الأمتعة، سوف يكون هناك أجهزة للقبول الذاتي اللي هو الإي بوردينج، يسمونه البوردينج باس التلقائي، بحيث أن المسافر لا يذهب إلى كاونتر وزن الأمتعة ولكن يتم قبوله آليا من قبل التشيك إن، سيلف تشيك إن داخل المطار. وكذلك حواجز، سوف تكون هناك حواجز زجاجية بين العاملين في المطار وكذلك المسافرين. سوف يكون هناك تباعد جسدي عند دخول صالة الجوازات وصالة الجمارك، وكذلك تباعد بين حتى التفتيش الذاتي والمنظومة الأمنية داخل المطار. سوف يكون هناك يعني بقدر الإمكان لا يكون هناك تلامس ولا يكون هناك احتكاك، والاعتماد على كل الأجهزة وتفعيل الخدمات الإلكترونية داخل المطار، سواء الفيزا الإلكترونية، الدخول البوردنج الإلكتروني، الدخول إلى الطائرة كذلك بتباعد جسدي بين الركاب. كل هذه الإجراءات منذ وصول الراكب إلى المطار وحتى صعود الطائرة، وكذلك العكس منذ خروج المسافر من الطائرة وحتى خروجه من المطار هناك إجراءات. جميل جدا، يعطيكم العافية. اليوم وتلك الإجراءات هي معتمدة في كل المطارات التي تستعد الآن لإعادة التشغيل. نعم. المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني المهندس سعد العتيبي، كل الشكر لك، يعطيك العافية على هذا التوضيح، على هذا الجهد، أنت والشيخ سلمان الحمود وكل العاملين
في مطار الكويت، سواء من الإخوان والأخوات في الطيران المدني، سواء من شركات الطيران المحلية اللي احنا يعني نفخر فيهم، الطاقم اللي قاعد يشتغل معاكم، هذا الجهد الجبار، التعليمات، وانتم يعني الجميل في الطيران المدني، تواصلكم الدائم اللي موجود ويانا، وأكيد إن شاء الله متى ما استجدت الأمور راح ناخذكم ويانا اتصال ثاني، راح ناخذ التعليمات شنو المفروض يسويها المسافر، شنو الشغلات اللي الاحترازية اللي لازم يسويها المسافر، موضوع الأمتعة، موضوع الطيران، موضوع الكراسي، تباعد في الطيارة، هذه كل الأمور راح ناخذها مجرد ما أن يعني يعطونا بس فقط اللي هم الموضوع. وكلمة لخصها المهندس سعد العتيبي بكلمة واحدة: السفر قبل كورونا يختلف تماما عن السفر ما بعد كورونا. عطنا الاتصالات. ابو متعب مساك الله بالخير. يا هلا، كيف حالك؟ يا هلا يا هلا، حياك الله. كيف شلونك؟ شلون صحه وحيده؟ بخير، دامك بخير طال عمرك. كيف حالك؟ الله يسلمك. والله عندي بس موضوع شويه للشون. تفضل. في مربيات البيوت. نعم. كان تعطونا شو 6-5 قطع وما جانا، فهذا ما ادري شو صار. هي تاخذ مساعدة من الشؤون؟ اي، مربيات البيوت هذا معروفة. ايه اي ما جانا، ما ادري السبب شنو. بس شهر 5 قطعوا؟ اي شهر 5. اي شهر 5 والله، شهر 4 جانا، واليوم عاد هذه عندك عند واحد ان شاء الله. حاضر يا ابو متعب، تامر. ادري والله، ما تامر ومشكور، وجزاك الله خير على على فتحة هالموضوع هذا. قاعد راسي. حاضر يا ابو متعب، ان شاء الله باكر راح تكون، نحاول لاختنا راح ناخذها على موضوع التقرير، وايضا يعني ايضا نسالها على موضوع المساعدات وتوقف الحالات هذه، ونشوف شنو الحالات اللي توقفت وشنو اسباب توقفها. ابو عبد العزيز مساك الله بالخير. مساك الله بالنور ابو حيدر. يا هلا، حياك الله، هلا طال عمرك. الله يحييك ويطول عمرك. عندي استفسارين على السريع بس. اي تفضل. دام فضلك. أول شيء، أمس أخذت كمامات صناعة الكويت. حلو. واستغربت إنها تنباع سلة، يعني من غير كيس حتى، مو مشيسة. أوكي. فما تدري هذه نظيفة مو نظيفة، فيها شيء ما فيها شيء. وين أخذت يعني. من وين شريتها؟ من جمعية سلوى أمس، ورديت لهم مرة ثانية يوم شفتها كذي، رديت لهم. يعني لحظة شوي، يعني بالحبة؟ لا مو بالحبة، داخل الكرتون مفلل. مو مكيسة يعني، الكمامات مو مكيسة. ايه ايه اوكي. بس طرق الكرتون. اوكي. لا ما تعني اشوف يعني، قصدك مجمعينهم وحاطينهم؟ لا ما لا لا، يعني هم ايه يعني من المكاين للكرتون من غير ايه ولا شيء. ايه ايه اوكي، فهمتك. حلو. هذه شغلة. شغلة ثانية، بغيت اسأل عن المقابر، تفتحها للزيارات ولا بس للدفان؟ والله حاليا للدفان، بس متى ما هذا ان شاء الله نتواصل مع الاخوان في البلدية. حاضر المقابر، حاضر اشوف لك اياهم. تامر مشكور اخوي ابو عبد العزيز، يعطيك العافيه. منو يانا؟ ابو احمد مساك الله بالخير. ابو حيدر مرحبا، كيف الحال؟ يا هلا طال عمرك. عمرك يطول على الايمان وطاعه الرحمن. ابو حيدر الله يخليك، انا عندي نقطه بس ابيك تاخذها بعين الاعتبار لو سمحت. تفضل. طبعا احنا من سكان جلب الشيوخ الحساوي، ما في داعي اشرح لك على الحساوي وان العماله اللي فيه، وانا طبعا اخوك، عندي عائلة وكثير ناس يعانون نفس المعاناة اللي يعانيها أنا. إحنا المفروض يأخذوننا بعين الاعتبار، نبي نطلع نروح الجمعية، طبعا كثافة سكانية عمالة واجد، نقعد ساعتين الدور 170-180 عشان نجيب ربطة خبز. البارح أنا رايح حق إخواننا المتطوعين جزاهم الله خير، قلت لهم أنا هاي بطايق 9 عيال عندي، أعطوني بدينار، يقول لا لازم نص دينار، إحنا ننطي ربع. فعيالنا بعد صار لهم 3 شهور ما طلعهم، والله العظيم يا ابو صالح عتبت البيت والشوارع يعني تعج في الناس، فينظروننا في عين الاعتبار المسؤولين، خلوني يعطون اسبوع نروح نجيب من شويه، خلينا نجيب المخبز خبز حار لعيالنا. بس هذه يا ابو صالح ابو حيدر يعني انتبهون على النقطه هذه، خذونا بعين الاعتبار، احنا اصحاب عوائل يعني اسر متعفف، والله عيالنا ما طلعهم باب البيت صار لهم 3 شهور، يعني واخاف على عيالي انا وغيري يعني، والشارع يعج في العمالة، وأنا عامل بنفس الوقت كلهم إخواني وعيالي وأحبابي. بس هالكلام هذا ما والله يا أبو أحمد، كلامك يعور قلب والله يا أبو أحمد، وأنا قلبي وياك، وأنا أتمنى يعني حقيقة فعلا الوضع سيء، والله أنا أدري أن الوضع سيء خاصة في منطقة الجليب ومنطقة المهبولة، والله يعينكم
والله يلوم اللي يلومك. وانا اتمنى مثل ما قال ابو احمد يعني حتى المتطوعين ديروا بالكم على الناس هذه العوائل. يعني انا ما افرق بين اثنين، ما افرق مثلا والله بين العزاب وبين، بس يعني اليوم العزاب حياته ووضعه وامورهم وعيشتهم شايل نفسه، بس اليوم هذه عائله يا جماعه، عيال ومره ودنيا وعفسه، يعني هذين لازم تستثنونهم، تشوفوا لهم موضوع. الاخوان في الجمعيات، جمعيه الصليبيه، اسف جمعيه جليب الشيوخ ايضا، يعني لازم تشوفوا لكم موعد. يعني مو معقوله رب اسره بهالعمر ولا حرمه كبيره صاحبه عائله قاعده تنطر لها دور 100 150 شخص علشان الموضوع. الله يكون بعونهم، واتمنى فعلا مثل ما قال تشوفونهم بعين الرحمه. وليد مساك الله بالخير. مساك الله بالخير اخوي ابو حيدر. يا هلا يا هلا، حياك الله، هلا طال عمرك. طال عمرك، الله يطول عمرك ابو حيدر. على عجاله انا عندي نقطتين الله يطول. نعم. النقطة الأولى اللي هي ما زال يستقطعون أقساط صندوق الأسرة وبنك التسليف. صح. هم قالوا 6 أشهر. صح. زين اقطعوه شهر 4 أو شهر 5، احنا داش الحين شهر 3 طلع. صح. إي. حلو. ويدق على البنك، أسأل البنك يقول لي والله لا من الحين ما جانا قرار من وزارة المالية. حلو. إي صندوق الأسرة وصندوق اللي هو عفوا وبنك التسليف اللي هو الائتمان. ماشي. حلو. هذه نقطة. النقطة الثانية الله يسلمك، بالنسبة للتموين يا أبو حيدر. يعني اكو ناس ما تعرف، انا واحد ناس ما اعرف صراحه يقول لك لازم تسوي طلب قبل ما تيجي تمويل، شلون هذا يعني؟ بياخذ واحد بياخذ تمويل لازم يسوي طلب بالتليفون ماشي. انت الحين الحين اخوي وليد، اول شيء عشان اجاوبك على موضوع التمويل، موضوع التمويل حاله حال الجمعيه، حاله حال الجمعيه، شلون تاخذ موعد حق الجمعيه؟ تاخذ موعد حق التمويل. ما اعرف والله يا ابو نفسه نفسه انت نفسه على البطاقه المدنيه على الموقع نفسه تاخذ موعد حق التمويل، ناس ما قاعد تاخذ موعد حق نفس. ما اخذ والله موعد حق الجمعيه يا ابو حيد، ما اعرف هذا الشيء. انت انت ناس وايد ما تعرف. زين اللي ما يعرف يدق 101، واحد دق عليهم 101 يحط لك موعد. نعم. ونفس الشيء التموين، نفس العمليه التموين تستلم من اي مكان. هذا لا. موضوع التموين وموضوع الامر. بنك التسليف والائتمان اكو مجموعه شهر 5 اجلوا لهم بلشوا فيهم، واللي اجلوا لهم راح يدوم معاهم لست اشهر، واللي ما تاجل في بنك التسليف والائتمان في شهر 5 راح يتاجل من شهر 6 وايضا 6 اشهر ثانيه. يعني الان بنك الائتمان خذوا جزئين، في جزء لحقوا عليه في شهر 5 اجلوا اقساط البعض راح يستمرون من 5 ل 6 اشهر، واللي ما تاجل في شهر 5 راح ياجلونهم من شهر 6 لين 6 اشهر. هذا بالنسبه حق صندوق الائتمان. صندوق المحسنين هذا لانه كان قرار اساسا قانون، واليوم كانوا مجتمعين في مجلس الامه اللجنة، وصل المشروع حق مجلس الأمة، واليوم اجتمعت عليه اللجنة في مجلس الأمة ووافقت عليه، راح يدرج في جلسة 16/6 أول جلسة لمجلس الأمة، مجلس الأمة القادم هو راح يكون أول بند إن شاء الله في مجلس الأمة يصوتون عليه، ومن يصوتون عليه راح يتم تأجيل 6 أشهر. فكلام البنوك صحيح أنه ما وصل لهم قرار لأنه إلى الآن ما صوتوا، وهذا قانون ما يصير يأجل إلا بتصويت من مجلس الأمة، وقلت لك اليوم اللجنة كانت مجتمعة وانتهى الموضوع إن شاء الله، بس باقي التصويت. منو معنا؟ سليمة مساك الله بالخير. يعطيك العافية أستاذي. يا هلا. سؤالي إن أنا إحنا على 8 خيطان علينا مثل ما تقول حاجة كلي. نعم. معي أقدر أروح الجمعية مثلا أنا سيارتي أشتري أغراضي وأرجع، ما في مشكلة؟ من الساعة 6 للساعة 6 ما عندك شيء؟ لا لا أنا من الصبح ما عندي مشكلة. هي لا 6 الصبح قاعد أتكلم. إيه؟ داخل منطقة عادي ما عندك مشكلة. يعني يقولون بدون بدون لا بدون ما أخذ موعد؟ لا لا موعد جمعيا بلا موعد عاد جمعيا. يقولون الخليجيين والكويتيين بدون موعد. لا الخليجيين وهذيل حطوا لهم في قطعة الأفرع مرة قطعة 4. إيه. هذول حطوا لهم الموعد وهذا بس ما له علاقه ياخذ موعد. ايه يعني فيها موعد. ايه في موعد. ايه 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 ونعم فيك بس الكل ياخذ موعد عشان هم حطوا الموعد مو عشان كويتي وغير كويتي، عشان موضوع الزحمه ولا يصير زحمه عندكم طال عمرك. هذا الاساس في الموضوع. مشكور اخوي سليمان. ابو خالد مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير استاذ صالح، الله يعطيك الصحه والعافيه. يا هلا هلا حياك الله استاذ صالح. انا قبل 10 ايام او اكثر دقيت عليك بخصوص ايه؟ مساعدات الشؤون. يرحم والديك، تكفى تكفى تكفى، ابوس راسك ويدك. لا تبوس راسي حقي يا اخوي. انا عندي مساعده الشؤون مقطوعه من شهر 5، وبعد 10 ايام راح تنزل مساعدات مال شهر 6 هم ما راح تنزل. يعني وزيره تطلع تقول لك بخالد ليش أوراق ليش أو ليش لحظه مساعده ماشيه. لحظه ابو خالد خليك وياي بس، لحظه ابو خالد عطني بس شوي وقت. راح اعطيك والله راح اعطيك وقت، اعطوه وقت ما يخالف. خليك وياي ابو خالد. انت الان شهر 3 و4 كان نازل لك؟ شهر 4 و3 نزل لي، 5 و6 ما راح ينزل. ليش؟ 5 ما نزل، وبعد 10 ايام هم راح ينزل، ما راح ينزل. ليش؟ يقول لك انت احنا في بيننا ربط بين الوزارات، في عندك انه طالع ان انت مسجل موظف. قلت لهم يا جماعه انا لا مسجل موظف ولا شيء، انا ملفي عندكم من 2005 كل 6 اشهر اجدد اوراقي، مع ان انا مجدد اوراقي بشهر 3. حلو. ورحت راجعتهم في اشبيليه، بجمعيه اشبيليه في هناك مركز فاتحين، قالوا لي انت لازم تروح تجيب ورقه من القوه العامله. زين جميع الهيئات والوزارات مسكره، خلاص انت في قرار واصلك ان الرواتب تصرف لمده 6 اشهر بدون تجديد بدون اي شيء. ليش موظفين تحت الوزيره او شغله يروح يقطع رواتب العالم؟ هذا ابو متعب قبل شوي طالع، وقبلها عندك قبلها بيومين ثلاثه هم في ناس طالعه. ما يصير يا استاذ صالح، ما يصير. يعني نروح نضطر احنا؟ لا محشور. حاضر حاضر يا ابو خالد، تامر امر ان شاء الله. ابشر بالخير، وباشر ان شاء الله يكون عندك الخبر. اسف مباشر عقب باشر يكون عندك الخبر ونتكلم في هذا الموضوع. منو عندنا؟ احمد ابو اسماعيل. السلام عليكم. يا هلا حياك الله. هلا والله فيك ابو حيدر، مساك الله حياك بخير. الله يا هلا ابو حيدر. انا مشكلتي مع ديوان الخدمه والشؤون. ديوان الخدمه؟ ايه ديوان الخدمه، مقدم على ديوان الخدمه من شهر 8. اوكي. للحين لشهر صار ال 11 شهر، للحين مو صار في اللي بدل البطاله. رحت صار عندي كملت 6 شهور، قالوا يصرفون بدل البطالة. رحت حقهم، الموظف قال ما نصرف حق الشهادة المتوسطة. أوكي. قلت له أخوي والحل؟ أنا ريال متزوج وما عندي دخل إلا 150 بدل إيجار. حلو. والحل شلون أعيش أنا؟ قال لي هذه طريقة، ما نصرف حق الشهادة المتوسطة. صعد حق وكيل الدوام بدر الحمد، كلمته قلت له أخوي أنا وضعي كذي كذي، والحل؟ أنا الحين ريال متزوج، اعطيني وظيفه اخوي. قال ما انطر دورك. قلت له اخوي اوكي انا ريال متزوج، من وين اصرف على اهلي؟ كان يقول لي انا ما ادري من وين راح اعطي لك تصرف او من وين اعطي. المهم انه بالنهايه إيه؟ المهم انه ما مشوا لك بدل البطاله. اي للحين صار ال 11 شهر مو قاعد ينزل لي الا 150، والاهل قاعد تساعدني، وايجاري قاعد بكيربي اخوي. اوكي. الشؤون شنو؟ الشؤون رحت للشؤون. انا لما قدمت وكذي ونطرت دشيت سويت عمليه بالقلب، رحت الشؤون بعد فتره بعد ما طلعت وكذي كلمتهم قلت له اخت وضعي كذي كذي ومخدم مع الديوان، وللحين مو ولا بطل بطاله اعطوني اياه ولا وظفوني، اصرفوا لي شو اسمه مساعده من الشؤون. كانوا يقولوا لي لا. قلت له اختي انا مسوي عمليه ما ادري شنو، سوي صورتين وروح مجلس طب وما ادري شنو، بعدين يقول انت مو عندك اعاقه تشتغل على المكتب. لا انت إيه؟ انت سؤال، عندك اعاقه انت؟ مسوي عمليه بالقلب. ادري بس مو اعاقه يعني. انا قدمت ماشي. كم اسماعيل كم عمرك؟ الاعاقه كم عمرك انت؟ انا 25 سنه. اوكي 25 سنه ما يعطون مساعده، ليش يعطونك مساعده الشؤون؟ بعدك شباب. واضح اي اوكي ادري يا ابو حيدر، بس انا للحين ناطر الديوان ما شرف لي بدل ماشي بطالة. الديوان واضح راح اشوف موضوع الديوان ليش ما صرفوا لك. انا ما هذا اول مره ادري ان انا رابع متوسط ما اعطونا، انا ما ادري. يا ام عادل مساك الله بالخير. يا هلا اخوي يعطيك العافيه. حياك الله. يا هلا ام عادل. ولعافيك. هذا اخذ مساعده من بيت الزكاه. اوكي. شهر 5 ما نزل لي، طرشوا لي مسج قبل العيد بيومين كذي، قالوا لي دز لي رقم الحساب. زين ندز هذه المده كلها ادز لهم ما في، ما معلق. رحت لهم هني بيت الزكاه اللي بسلوه مسكر، في وحده قالت لي روحي بيت الزكاه اللي بجنوب السره. اليوم رحت ونفس الشيء، حراس الامن اللي بالباب قالوا لي ما في احد مداوم. اعطاني ورقه فيها 8 ارقام، قال هذا اتصل عليهم واستفسري. زين من جيت للحين
كل أدق كل الأرقام كلها مقلق ما حد يرد. واضح يا عادل، ما في أحد مداوم، بس أنا شوف قاعدة سيارات تدخل يعني في موظفين قاعدين يدشتون والأمن مو راضي يدخلنا داخل. حاضر يا معادل، تامرين أمر إن شاء الله. ما أدري أنا هاي يعني الشرم شكوى يعني 40 شكوى تينا من الإخوان لبيت زكاة. أنا أتمنى بس الإخوان بيت زكاة هذه المرة الألف أقول حطوا بيان وتكلموا، لأنه والله حرام قسما بالله حرام هذه الناس تدش على الهوى وتشتكي، وهذول ناس ما عندهم حيلة. فأرجوكم يا الإخوان في بيت الزكاة طلعوا بيان، ما يصير الناس تدقدق تليفونات من شهر أربعة مو مستلمة ولا شيء. يا جماعة هذا بيت الزكاة يساعد الناس، يصد حوائج الناس، انشوا حق هذا الموضوع يا أخي، حطوا واتسابات حطوا أرقام. ما يصير مرة كبر أمي تدش، والله استحي أرد عليها قسما بالله، استحي أرد عليها. شنو أقول لها؟ أقول لها يعني ما يصير تقول لك اللي بسلوى مسكر، اللي هني ما يدخلنا الحارس، هني الأرقام ندق عليهم ما حيرد علينا، الموقع معلق. يا أخوان ما يصير، إحنا ما نشكك في جهودكم ولا نشكك في جهة، بس يا جماعة ردوا على الناس، وضعوا حق الناس، قولوا يا جماعة 1 2 3 4 5. ما يصير صار لنا شهر شهر نص العالم الصيح الداد والسبة هذا الموضوع. فأنا أرجوكم يا جماعة، شوفكم في مال الله.